لك ويلي يابا يا يابا يا يابا همزة، انكشفت سيادة المستشار ويا نزار الخايس. نزار الخايس دمر حياتي سيادة المستشار، كشف وين موقعي وطلعت اني مطلوب للعدالة وراح يسوي علي امر القاء قبول هذا الاسبوع. وين الطوجة؟ حتى الجهال افتهم شو اسوي بيهم، خلاص ما اريد. وطلعت اني اوقف اوقف حتى الحزام ما شاده. اللهم صل على محمد. يا ابو فاضل الحق لي، يا ابو فاضل يا ابو فاضل، نزار حديقة نزار مزرعة دمرني يا ابو فاضل يا ابو فاضل، خلاني اطلع بهالليلة ما اعرف وين اروح، حتى جواز ما عندي لك، وطلعت انا عايش بايرلندا. لك ويلي يا ابو، وين اروح وين اطوي وجهي؟ يا ابو فاضل الحق لي يا ابو عود، سيادة المستشار راح يرفع دعوة علي. لك عيني ويقول له جيب جيب ابنك، هو مثل ابني ودز على الولد وهذه. لك هاي شلون نزار مزرعة علاقاته كلش قوية. ويلي يابا، طلعت انا عايش بايرلندا، لعد ابو يعني صار لي 7 سنين ببريطانيا، طلعت هاي ايرلندا. لك بابا شلون شغلة؟ لك عيني سيادة المستشار فدوة للحبوبة ماتك. قل لي انت وين مستشار حتى اني اجي اسلم نفسي لك، اني اجيك واسلم نفسي لك، لان اني هسه تعرف ايش قد مرعوب الرعب اللي بي، بحيث يعني حتى جري ما اقدر اكل، كان رديت عليك بس الخوف يعني طلعت حتى شوف حتى يعني هذا لابس الكوت ماتي فوق التيشيرت، لان شو اسمه جماعه عندنا قصروا بالعصير مال قرنابيط، فقلت لهم اقعدوا بالبيت راح اخابر سياده المستشار، لان هو يشتغل بالبار العفو بالمحكمه وده يطلع امر القاء قبض علي، فما اعرف وين اطوي وجهي يعني. استغفر الله، وهسه الليله كريسمس مبارك، زين ميري كريسمس عليكم جميعا، وميري بالمستشار وميري بنزار مزرعه. ولد لك ولكم انتوا قاعد تحكون صدق، لك انت قاعد تحكي صدق نزار مزرعه، وانتظرونا الاحد، مو اليوم احد، يعني هيك دقيقتين بس شفتك رت ازوع وما اقدر، وضربني سترايكين وابني عموري راح يسوي له قناه هسه ابنك عموري. ودي سياده المستشار وهو يرتب اموره، وقال لك حتى شغل اسود يطلع له او شغله اذا ما رجع لك عموري سالم مسلح، اني المطلوب للقضاء، وراح يتصل بالاماي 5 والاماي 6 يا بابي. يعني هسه خابرت عليهم، خابرت الاماي 5 قلت لهم اني مطلوب راسا مدير الاماي 5، قال هذا صدري هاي استافاتي للعباس يمه، والله استوني سمعت منك بلا ابن ام حازم. يا بشون شلون وين اطوج نزار مزرعه فضحتني، شلون وثائق هذا تاريخي هزع، شوف تاريخي لي ورا حتى بازرق اقدر اغير اللون، وهذا كله موجود. صار لك اسبوع بنسير النعل، انتظرونا وانتظرونا والوثائق والدلائل، وتبوك فيديوهات من عندي وتسوي قصص عليها، ولك اني دا احكي بالفيديوهات مالتي، اني دا احكي مو جايب واحد يحكي عني، تقعد تقطع وتسوي. لك نزار مزرعة، نزار مزرعة حتى لفة الفلافل ما راح أخليك تبيعها، اصبر لي أنت والمستشار مالك وأبو طلي سيادة العميد وسيادة الفريق اللي يسمعك. لك أنت أكبر ميز الله خلقه، أكبر ميز أكبر. سلام عليكم مولانا حسينية الرضا، سلام عليكم. هنا أنا الإمام مدفون، الامام اماي 5، سياده المستشار بيته، سياده المستشار انا هنا اذا محتاج شيء. يعني ابن الزفره قاعد تحكي وتلغي، انا ما اريد اغلط، انت تشوف وجهك كأنك خصوه ملتهبه، والقران خصوه ملتهبه، راح اطوق سترايكر، راح اسوي قناه ثانيه، لان دول البعثيه متعلمين على التقارير. اي متعلمين على التقارير، اي متعلمين على ناس مثلكم نشق حلوقهم ونطيح حظهم. زين طلع هزاع مول القناه مالتي، ليش هزاع مول القناه مالتي؟ بسيطه هزاع بسيطه، وين الفلوس؟ وين النسوان؟ يا معود هزاع نزار مزرعه دا يروح للمزرعه طالبين نسوان منه وانت ماخذ النسوان؟
يلا حبايبي سوينا زحمة عليكم، أنا رايح هسه أختل بالملجأ لأن أم رقاق قبض علي. يا أبو فاضل الله يطيح حظكم وحظ كل رفحاوي وحظ كل لطام وحظ كل مضجع وحظ كل من يتابع هذا الطلي ابن الطلي نزار الخالد. يا أبو فاضل والله لا خليك الصح يا أبو فاضل، والله لا خليك الصح يا أبو فاضل، اصبر لي حبيبي. ميري كريسماس.